قام وزير الشؤون الإسلامية السعودي رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة دكتور عبد اللطيف آل الشيخ قام بجولة تفقدية للوقوف على جاهزية المرافق بمنطقة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام. كما دشن وزير الشؤون الإسلامية السعودي مشاريع الصيانة والتشغيل لمساجد مكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة وعدد من مرافق الوزارة الخدمية بمشعر منى بتكلفة تتجاوز 365 مليون ريال سعودي. استعداداته لله الحمد اكتملت 100% في المشاعر من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، وجميع المساجد هيئت بجميع ما تحتاج إليه من تكييف ومن إضاءة ومن فرش ومن مياه ومن تنقية الهواء وجميع الأعمال المناطة بوزارة الشؤون الإسلامية. الآن نستطيع نستقبل الحجاج في أي وقت كان وفي أحسن حالات الاستعداد، فضل من الله سبحانه وتعالى، ثم فضل التوجيهات والدعم الكبير الذي يدعم الوزارة بها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، والمتابعة المستمرة من قبل سيدي ولي العهد الذي يعمل ليل نهار منذ أشهر ويوجه ويتابع الأعمال التي تعنى بخدمة ضيوف بيت الله الحرام وقادمين لأداء هذه الفريضة الكبرى الحج.